في ايه؟ عايزاك تجيلي على الاوتيل دلوقتي. ايه اللي حصل؟ تعالى بس، مش هينفع في التليفون. ماشي، غير هدومك ومسافة السكة جاية. انا ظهري اتقطم بالبتاعة دي، مش هنام على الكنبة تاني. معلش يا حبيبي، استحمل. استحمل ليه؟ انت بتعاقبيني؟ انا اقدر. طب بصي، وخليني انام على السرير جنبك، وانا والله اوعدك لا هاجي جنبك ولا المسك. يا سلام يا سلام، حد قال لك عليا هبله؟ ما تقلقش يا حبيبي، انا هلاقي حل. لا، الحل ده مع نفسك. انا مش هنام على الكنبه تاني، انا هنام على السرير. عايزه تيجي انت هنا؟ انت حر. ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ يعني تنام انت على السرير وتسيب مراتك مرميه على الكنبه؟ بقى دي رجوله برضو؟ يا سلام، انت رايح فين؟ انت اجازه النهارده؟ عندي مشوار. مع مين؟ مع واحد صاحبي. مين صاحبك؟ ايوه، المعلم عطوه بتاع الموتوسيكلات. ماشي يا سيف، ماشي، بس خلي بالك، خلي بالك. مش عوايدك يعني تسألي؟ اوعي تكوني بتغيري عليا. انا غير؟ ايه ده؟ امال لو كنت بشعر؟ طب بتسألي ليه؟ انا حر، مش انا مراتك؟ المفروض ان انا اسالك تجاوب على طول. شقي يا عبد. زنجي زنجي، هو بقى ده النظام؟ هو ده حد يخرج يوم اجازته مع واحد اسمه عدوى؟ انت قاعد لوحدك ليه؟ فين شريف؟ انا عم مستنيه الصبح. طب اتفضل. ايه ده، دي عشاني؟ لا مش علشانك، دي علشاننا. عشان طب يا ستي، مبروك على الخطوبه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا تتجوزي امتى بقى وتجيبي عيال بقى وزيطه وتدوشين وحاجات؟ ايه ده، ايه ده، لسه بدري قوي على الموضوع ده. بدري ايه؟ لا، انت ما دام دخلت التراك ده يبقى لازم تنجزي وبسرعه. ايه وجهه النظر الغريبه دي؟ وجهه النظر ان هم بيقولوا ان ايه ده، ان هم بيقولوا ان الخطوبه لما بتطول بتجيب مشاكل. هم بيقولوا كده. هم مين اللي بيقولوا كده؟ اوف، ما انا عارف. عشان انا عارف دلوقتي ان انا هطلع عشان اشوف. اوكي، اما يجي بقى بيقولوا لنا اجي. خلاص كفايه كفايه. الو، انا لسه خارج من عند ابوكي من الصيدليه. ليه، كان في حاجه؟ عايز نعمل له خريطه الطريق، هنعمل ايه بالظبط لغايه ما نتجوز؟ طب ما هو عادي، طبيعي انه يسالك. اللي مش طبيعي بقى انه عايزني ابيع شقه التجمع واجيب شقه في مصر الجديده. غريبه قوي دي. يعني انت ما تعرفيش؟ لا بجد يا عماد، صدقني انا ما اعرفش. بس قولي ايه المشكله. المشكله في ايه؟ ابيع شقه التجمع انا ازاي واجيب شقه، اجيب شقه في مصر الجديده منين؟ انت عارفه اقل شقه في مصر الجديده بكام؟ وبعدين هو ليه اصلا راجع معايا في كلامه ده؟ ايه القرف ده؟ انا ناقص؟ خلاص يا عماد، لما نتقابل نبقى نتكلم. مش خلاص، اتكلمي معايا وفهمي ازاي يرجع معايا في كلامه. عماد عندي شغل. يولع الشغل. سلام يا عماد. جان، انا سمعت طبعا كل اللي انتوا عملتوه في البرنامج، وبصراحه كل شيء جميل. زين. اخش يا عماد. يا استاذ حمزه، زينهم ده صعب جدا. مين زين ده؟ اخلصي يا حبيبي. خلاص كملي يا استاذه، مفيش حاجه حصلت. يا اتفضلي. يعني انا شايفه ان شكل البرنامج لازم يتغير، خصوصا طبعا بعد انضمام الاستاذ حمزه لينا. فاعتقد كده ان انا بفكر في فقره انترودكشن تجمعكم انتوا الثلاثه. مين الثلاثة؟ حضرتك يا أستاذ حمزة وأستاذة ماهي وأستاذة فوزية. هبتدي أتنرفز بقى. أنا أتفق معاك يا آية. اتفقوا أنتوا براحتكم. لا، ما هو ده لازم يحصل. مفيش حاجة اسمها لازم يحصل، أنا مش هطلع مع النسوان دول. حسن ألفاظك يا حمزة بيه. بس يا وليه أنتِ. أنا ليه لازم أطلع معاهم؟ عشان لازم أربط الثلاث فقرات ببعض. مش مقتنع. ما تخافش أقنعك. أنا مش خايف، أنا خايف عليكم أنتوا. أما بقى بالنسبة لفقرة الفوت، أنا شايفة إن ملهاش أي لازمة خالص، لأنها فقرة مش حقيقية، وأنا ما بحبش أضحك على الناس. آه طيب يا بنت البلد، أنت كده عايزة مني حاجة تاني؟ أعتقد إني فهمتك على كل اللي بيحصل. فتحي، هتبقى مع الأستاذة على قوة البرنامج ده، وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، عقبال عندك. وان شاء الله تخويه كده. ايه في ايه؟ ايه اللي بيتقال؟ شكرا يا هشام على مجهودك،
اوعدك ان انا لو احتجت حاجه اكيد هتصل بيك وارجع لك. يا سلام، انت تؤمري، انت تؤمري يا بنت البلد، عن اذنكم. استاذ حمزه، انت مجهز مواضيع لفقره حضرتك؟ الحقيقه انا وزين مش هينفع. لا 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 مش هينفع يا جماعه، جاي كفايه مستحمل ريحته. تحمل ريحته صعبه جدا. معلش ده اورجانيك، اهدى. ممكن افهم مين زين ده؟ كل شويه هتفضل تسالي زين؟ ما انا مش قادره اصدق ان ده موجود معانا اصلا. مزاجي بمزاجي. الحقيقه انا وزين المساعد بتاعي سهرنا امبارح وقعدنا نفكر في حاجات كتيره قوي ملهاش اي لازمه. طبعا. بس وصلت لحاجه مهمه جدا، حاجه تهم الناس كلها، وده اللي يهمني. شوفوا يا جماعه، انا مش هقدم مواضيع، انا هتكلم. لا انا ما ينفعنيش ده، انا لازم اعرف حضرتك هتتكلم في ايه. ايوه، ما هو زين هيديلك الموضوع ده. يوم هو مين زين؟ انا قلت لا، زين ده مين اصلا؟ انا ما ينفعنيش الاسلوب ده في الشغل بصراحه. طب ايه اللي ينفعك؟ تقدم لي كل الفقرات كل اسبوع اللي انت هتتكلم فيها. حاضر حاضر يا ليدر. بس بشرط ايه؟ مش عايز اشتغل مع النسوان دول. لا لا لا، دي مش طريقه حوار. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اجر دي وقاحه. يلا في 60 داهيه. وقحت ايه يا مره يا بنت خفاجه الاعور؟ اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، ما يصحش. ما انت شايفه انت بقوم لك يا استاذ؟ لا سيبهم يغوروا في 60 داهيه. ما تشوفوا لي برنامج غير البرنامج الزفت اللي هطلع فيه مع الستات دي. عارفين الدكتوره فوزيه اللي كانت قاعده هنا اللي بتقولوا عليها دكتوره نفسيه؟ مره سالتها سؤال كده، بقول لها مين عباس العقاد؟ تخيل تقول لي ايه؟ ايه؟ شارع في مدينه نصر. تخيل. والله العظيم. الكاس كل اللي على رصيته بنزينه وبتاع و... عايز افهم سراج مول ومش عارف ايه. زباله، علب زباله. يا استاذ عبد، هو زين عارف مين عباس العقاد؟ مش مهم. طبعا زين يعرف. زين ده حقيقي، ده يعرف مكرم عبيد. تقول لي عباس العقاد بس ولا ايه يا زين؟ جوز بنت عمتي. مش معقول، مش معقول الحاجات بتتغير بالشكل ده. انت شاكه في حاجه يا انجي؟ الراجل فجاه مش عايز الكتاب وجايب واحدة بدالي شغالها في المكتب، معقولة دي؟ تفتكري مرتضى هو اللي ورا الموضوع ده؟ أكيد يعني يا سيف. أنا مش فاهم الراجل ده قاعد يلف ويدور وراكي ويراقبك كده إزاي؟ مش عارف عايز مني إيه. بصي، أنت لازم تسيب الفندق ده النهاردة. نفسي أشوف شقة. محلولة، أنا أعرف سمسار عنده شقق كويسة. أنا مش عايزك تبقى قاعدة في مكان هو عارف إنك فيه. مش عارفة أقول لك إيه يا سيف. مش هنقول بقى كلام ملوش لازمة. بصي اطلعي حضري شنطتك واعملي تشيك اوت ونقدر نتحرك دلوقتي. اشرب الشاي؟ نشرب الشاي.